حاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحبي يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة يعني ايه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجد واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات بتبان مظلوم. خطوة هتاخده وتمشي فين؟ مين من فينا عارف بقى في عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا وجعنا دموع دمعنا وضحكة زي الشمس بتشوق وسنين تمر بين السعادة صعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو يا نادية بطلي زن بقى يا حبيبتي. مش معقول كده بتطلبيها كل ربع ساعة. البنت قالت لك شوية وجاية. لا شوية ده كمان تلات أربع ساعة يا ماما. أيوة يا حبيبتي مسافة الطريق. والله لا أوريكي يا علي والله لا أوريكي. صباح الخير على الحلوين. يا صباح النور يا حبيبتي. إيه الحلاوة دي؟ بس يا زوزو عارفة يا أمينة أنا اللي غلطانة إن أنا سمعت كلامك وسبتها تروح. انت هتلبسيها لي بقى يا ناديه ولا ايه؟ لا انت سالتيني قلت لك اعملي اللي يريحك. زوزو هي اللي اقنعتك. هتلبسيها انا. ماشي ماشي. النهارده يومك يا ست المديره. ادعي لي يا زوزو النبي. يا سلام يا اختي. هو يعني كان ممكن تاخدي الترقيه دي من غير دعاء ليكي؟
صح. تحب افطرك؟ لا، ما انا صايمه عشان التحاليل، هبقى افطر في مكتبي الجديد بقى. انت هتنزلي من غير ما تطمني على اختك؟ مين قال لك ان احنا قلقانين بس؟ زياد، انت طبعا ماما راحت عليها نومه وعايزني اوصلك المدرسه. صح. ماشي يا ساره، ماشي يا حبيبتي. طب يلا يا حبيبي قوم، يلا يا اخويا. اهي جت الحمد لله. انا اخلع قبل ما الجو يولع. بقول لك ايه؟ هي حلفه تنكد عليها النهارده. حبيبتي ربنا معاكي يا زوزو. يلا يا حبيبي بسرعه بسرعه بسرعه، الحرب هتبتدي. كده يا عليا. اهلا، الحمد لله على السلامه. كده كم مره كلمتك ما ردتيش عليا؟ كده برضه انتي 13 مس كول، حرام عليكي والله العظيم. 13 مس كول يا مفتريه. وانتي يا بنت ايه البرود ده؟ ليه ما بترديش على تليفونك ماما؟ والله كنت نايمه طول الطريق، فضلنا صاحيين لحد بعد الفجر عشان ناخد صوره بس واحده. والله اعملي حسابك، اخر مره حبيتي برا البيت، اخر مره. خلاص انا رايحه تشتغل، انتي رايحه تتفرجي على اصحابك وهم بيشتغلوا، مش انتي اللي رايحه تشتغلي. طب والله العظيم اخر مره بقول لك. بقولك ايه؟ سيبك منها، اتفرجينا على الصور. تعالي وريني. اوه حلوين قوي قوي قوي. يلا احنا جاهزين؟ يلا بينا. يلا. خايفة من الحقن شكلك؟ شوية. لا ما تخافيش، ايدي خفيفة مش تحسي بيها خالص. ميرسي. دكتورة نهى، فين تحاليل غرفة 216؟ كنت اجيبهم لك حالا يا دكتور، بس كنت اخلص الحاله اللي في ايدي. انا اسف ما كنتش اعرف ان معاكي حد. لا ولا يهمك. امينه ازاي حضرتك؟ انا كويس. امينه انت بتعملي ايه هنا؟ تشيك اب عادي. خلي بالك امينه تبقى بنت اخويا، خلي بالك منها واوعي تورمي ايديها. يا خبر يا دكتور. لا طبعا اطمن. أمينة لما تخلصي عدي عليا ناخد مع بعض فنجان قهوة، أنا في الدور. لا معلش مش هلعب، عندي شغل كتير ولازم أمشي. طيب دكتورة نهى لما تخلصي التحاليل ابقى ابعتيها لي، أنا قدامي نص ساعة في المستشفى وماشي. حاضر يا دكتور أكيد. خد عشان مش عايزين نتكلبش على الصبح. الو. ها يا حبيبتي. احمد ده حازم اللي جنبك، سلم لي عليه. مين سلم عليك؟ سلم لي عليه جدا. انا داخله على المكتب اهو، عديت على المستشفى الصبح وعملت التحاليل. ها اسكت، مش شفت عمي هناك؟ طب وايه؟ انت عارفه ان هو شغال هناك ولا قابلتيه صدفه؟ لا صدفه جدا طبعا. وقعد بقى يوصيهم عليا ويقول لهم دي بنت اخويا وخلوا بالكم منها وجو دفى العيله ده. طب والله راجل ظريف. انا بنت اللي ظريف، انت اللي ظريف. طب وهي هتستلم نتيجه التحليل انت؟ بكره المفروض. شفت الموضوع سهل وبسيط اهو. انا مش عارف ليه انت فولتي علينا، ما كنا ممكن نضربهم قبل الفرح زي ما كل الناس بتعمل. يا حبيبي ما قلت لك عايزين نطمن بالمره. وبعدين انا عايزه ازلك واثبت لك ان انت واخدني صف سليم وان اي حاجه بايظه بعد كده انت السبب فيها. كده ماشي يا ست.
طب وايه عمل معاكي الواجب بقى ولا دفعوكي فلوس؟ لا عمي مش بتاع واجب اصلا يعني. وبعدين الراجل ما شفتوش بقالي سنه، هقول له والنبي تديني تخفيض كده عشان شويه التحاليل دول؟ لا طبعا. احنا دافعين دم قلبنا على فكره على الجهاز والجواز، عادي جدا انه يساعدنا يعني، باين على الحديده. انت بتحاول تخلع. اخلع من ايه؟ من هديه الترقيه. يا ساتر عليكي. ده لسه كنت هقول لك اصلا ما تتغديش عشان عازمك العشاء. ايه ده بجد؟ تمام ماشي. طب فين؟ لا خليها مفاجاه بقى. عدى عليك على 7. طب يلا خلاص انا وصلت. اقفل دلوقتي. باي باي باي. صباح الخير. الله الله الله. ايه ده الصرف باين قوي. هي الفلوس بتغير قوي كده؟ فلوس ايه ده انا بشحت. ما تكلميش عن فلوس الشهر ده خالص يا مهند. ما انت لو كل شهر هتجيبي 3 4 طقم من اللي يحوله دول لازم تشحتي. كامل. طبعا القالب غالب يا اخويا. ايوه بقى اديني في الشعب والهجاس. انا اتخنقت بالشغل. وانت لو تعرف تهجس امتى وتتكلم جد امتى كان زمانك مترقي وفي المكتب اللي فوق جنبي. انا؟ ايوه انت يا حلو. اترقى وابقى مدير؟ ويقعدوا يقطعوا في سيرتي طول ما انا رايح وطول ما انا جاي. هما ابتدوا؟ لا ده انت لسه اول يوم. اسبوعين يا امينه، اسبوعين والشرقه مش هتنتهي من سيرتك اللي هيقطعوا فيها. ساتر يا رب. يا ناس يا شر كفايه قر. هدي لها ملح وفلفل وهدي لها كمان توم باودر وهدي لها كمون وزعتر. صباح الخير. صباح النور. صباح النور على البنور. عاملي لي فطار يا ماما. حاضر يا حبيبتي شويه كده هقوم اعمل الغدا واعمل لك ساندوتش. انت مش هتكلمي شريف عشان مصاريف المدرسه يا ساره؟ الوضيع اكلمه انت، هو ساعات بيتكسف منك. انا لا شريف ده عمره ما يتكسف ولا عنده ريحه الدم. معلش نستحمله ان كان لك حاجه عند الكلب. بابا عنده حق، الشريف ده مسم ولا يحتمل تصفيه. ليه يا شيخ؟ ليه يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش وانت شبطانه في الجوازه؟ يا ساتر. يا انت بس صدقني البيت تخش كده في الكلام تقعد تخبط فيها. اخبط فيها دي ايه؟ اكونش مرات ابوها. كنت هبله عماره عيلة وفرحانة بالكابتن اللي حبني وانا مضيفة في اول رحلة طيران ليا. فاديني بدفع تمن نشفان دماغي ومطلع عيني من تاني يوم اتجوزت فيه. مفيش يوم كسفني وعمل باصله. يوم. انت يا بنتي مفيش منك فايدة ابدا كده. لا 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 معلش بقى ثانية واحدة، انتوا اللي مفيش فايدة فيكم. محدش عارف يصح الولد بدري بدل ما كل يوم والتاني كده يفوت الباص. بجحتك بجد ما وردتش على حد. المهم انا المفروض اسلم فستاني النهارده. شكلك كده ناويه تطلبي طلب. ها؟ لا انا مش بطلب، انا ببلغك. انت هتروحي تستلمي الفستان يا حبيبتي عشان انا مش هينفع ازوق من الشغل النهارده، انت فاهمه طبعا. بصي انا بعتلك بين لوكيشن بتاعت الاتيليه، هتروحي تستلمي الفستان وتدفعي بقيه الفلوس، ولو ما معكيش فلوس كالعادة يا سارة تاخدي من ماما ولا من طنط. تمام؟ بسوتي أمينة على المشوار. تحبي أفكرك مدرسة زياد اللي أنا بروحها يوم أو يوم لأ بعيدة قد إيه عن شغلي؟ تحبي؟ خس هي بقت كده؟ لا ده هي كده وبس يا حبيبتي. طيب المهم تروحي قبل 3:30 عشان هو هيقفل.
ماشي خلاص هكلمك وانا في الطريق. ماشي باي. اوكي ادي الفستان ساره. في ايه تاني بقى؟ اخلص البادجت بتاع ايفنت يحيى محجوب. حاضر. وادفع فلوس الكريدت كارد. في اوفر في محل اللانجري والنهارده اخر يوم يا امينه اخر يوم. انا مش فاهمه بس يا ماما المشوار ده ما كانش ممكن يتاجل شويه؟ لا مش ممكن يتاجل، فرح بنتك قرب، الزمن بيسرق. ايوه بس انا كان عندي شغل في البيت. يا دي الشغل ويا دي البيت يا حبيبتي، هتقص شعرك وتصبغي. انا مش عايزه اصبغ. مدموزيل هبه. افندم مين فيكم اللي هتصبغ؟ مدام نجي حبيبتي هتصبغ. اوكي اتفضلي معايا. من فضلك حضري لها لون البوردو. اوكي بوردو. استني واحده. ثانيه واحده. ايه انا يا ماما اقص واصبغ بوردو؟ ايوه انت بوردو. في ايه؟ زوزو عندها حق برضه يا ناديه، انت كده كده هتصبغي قبل الفرح، اصبغي دلوقتي احسن عشان لو ما عجبكيش اللون تلحقي تغيريه. عجبهاش يعني ايه؟ حبيبتي عايزه لون تاني غير ده من فضلك. كلمي على قدك يا حبيبتي. عارفه جيس صاحبتي بقى الاسبوع اللي فات صبغته بوردو؟ ياي تجنن تجنن، كان في الشمس كده يهبل. ولونها زي لون بشرتك بالظبط، بس هي يمكن واخده تان شويه. وعلى فكره هتقصي شعرك كمان يا ماما. شعرك بقى عامل زي المقشر، لازم تقصيه عشان يبقى عنده صحه كده. وانت كمان يا راويه قصي الكدش اللي فوق دماغك ده. لا يا اختي انا لو قصيته اكتر من كده هبقى شبه سليمان. ما انت اصلا شبه سليمان. اهلا اهلا اهلا. نورت. ازيك يا امين؟ تمام ازي حضرتك؟ دول ادوكي حتى مكتب احلى من مكتبي. مبروك يا امينه والارن. والله اللي فرحني اكتر ان حضرتك شايف ان انا استحقها بجد. اللي هيفرحني بجد ان من هنا لحد يوم الايفنت بتاع محجوب محدش يزن على دماغي ولا حد يقول لي اي مشكله جديده. حضرتك سمعت اللي حصل في اخر ميتنج؟ القفش ده كان فظيع. بصي انا مش هسالك على التفاصيل، وعارف ان هم الغلطانين غالبا مش التيم بتاعك، بس هنعمل ايه؟ ده عميل مهم جدا ما نقدرش نخسره. طبعا مش قليل خالص. طبعا. لا ما تقلقش انا هاندل الايفنت ده بنفسي. يا ريت، انا كده هبقى مطمن. لا اطمن. نورتني. الله يخليك. الو داليا ازيك؟ انا امينه الشماعه. عامله ايه؟ كله كويس الحمد لله. بقول لك يا داليا حبيبتي، انا كنت عايزه اظبط ميتنج مع سليم محجوب ضروري النهارده. في المكان بتاع الايفنت. اي وقت هو هيقول عليه انا حابه موجوده، ما تقلقيش خالص. تمام بس ضروري بليز يا داليا. اوكي ميرسي. باي باي. باي. لا مش هاهدى. لا اصل عيب بصراحه وقله ذوق اللي بيحصل ده. يعني هو اللي حدد الميعاد وبعدين قبلها ب10 دقائق يرام يلغي الميعاد كده؟ لا طبعا قله ذوق. وبعدين هو مكلمك انت ليه يا رامي؟ هو الميعاد مش محددينه معايا انا؟ يكلمك انت ليه؟ ما يكلمني انا. ايه ده؟ طب ووقتي اللي ضاع انا اعمل فيه ايه دلوقتي؟ ماشي يا سيدي انا جايه لك كمان 5 دقائق نتكلم. يلا سلام. أماينو انت فين؟ في الطريق اهو. طب اضربي كلاكس. يعني ازاي هكلكس لك يعني وانا جوه البنزينه ليه؟ هبله؟ يعني نزلتي. طيب اسمعيني كويس يا ساره، قولي له يحط الفستان في كيس ها ومفروض مفروض علشان ما يتكسرش وعشان الطراز اللي عليه ما يقعش لو سمحتي. ماشي. وبعد كده يحطه في كفر. الطرحه بقى نفس الحاجه، يحطها في كيس وبعد كده يحطها في الكفر ومفروده لوحدها يا ساره. اوكي سلام. وصوريهولي. واتصور لك سيلفي معاه. يا بنتي عبيطه انت، خلاص بقى هيبقى معاكي بالليل وتلبسيه وتتصوري معاه كمان. يلا بقى علشان الحق، علشان الراجل بتاع البنزينه بيقول ان انا ما ينفعش اتكلم كده جوه البنزينه بالتليفون. لا 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 خلي الباقي علشانك. يلا بقى باي باي.
حاسه المشكله مش فيك ولا في عيوبك، انا شخصيا مش لاقيه فيك سبب واحد مضايقني بصراحه. مش هينفع نجرب تاني عشان اصلا ما فيش حاجه حصلت غلط نحاول نصلحها. انا بس مش حاسه انا هيثم، هيثم انا لازم اقفل دلوقتي معلش، هبقى اكلمك تاني، باي. التأخير ده كله ايه؟ لولو الحلاوه دي ازيك يا طعنة؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا علي؟ المفارش دي انا لسه كاوياها امبارح. لا مش هما بس اللي لسه مكويني يا قمر انت. ما اقول لك ايه يا حبيبتي، بلاش نقوز على امك لحسن تحلف انها ما راح الكوافير الا بعد 30 تنين. والله العظيم ما بتنقوز، هي بس شكلها عاجبني وشكلك مزه بصراحه. طب بذمتك يا رامي، انت ولا معانا ولا معاهم، انت مأجر لنا المكان، انت شايف ان انا مقفوره؟ لا خالص، باللي بتقوليه ده وبالميعاد اللي هم لغوا فيه في اخر لحظه انت مش غلطانه، بس برضو ما تعرفيش ايه ظروفه. هو انت تعرف سليم محجوب ده كويس؟ لا ما اعرفوش قوي يعني، هو عمل كذا ايفنت هنا وفي بينا كام فريندز، بس هو راجل ظريف جدا يعني بغض النظر عن سوء التفاهم اللي ما بينكم. اه ما انا قلت برضو انت بتدافع عنه عشان تعرفه كويس. طب انا بدافع عنه عشان اعرفه. انت ما مش طايقاه ليه؟ عشان مش بروفيشنال خالص، ودي اكتر حاجه بتعصبني، وانت عارف عني كده كويس قوي يا رامي. سليم محجوب ده فاكر ان الحفل الخيري ده زي الحفلات الهلس اللي بيعملها في الساحل، حاجه ان وكده. طبعا بالنسبه ليحيى محجوب فرصه عظيمه. فرصه عظيمه ليه بقى؟ ضربه معلم في الماركتنج، الناس كلها هتتكلم عن العمل الخيري بتاعه، وهو بقى ايه بيفتح خط جديد للانتاج. تمام، هما كده مبسوطين، انا بقى شغلي بيبوظ كده. طيب ما تجربي تكلمي الناس اللي بتشتغل على بقيه الايفنت اللي عندهم في الشركه وتشوفي. كلمتهم محدش عارف يرد عليا، لدرجه اني شكيت هم جايبين شركه تانيه عشان الايفنت بتاع الصبح ده. لا ما اعتقدش انهم جايبين حد تاني، لانه كانت الشركه التانيه دي كلمتني. بقول لك ايه؟ هيعدي على خير، انت ما فيش ايفنت بيطلع من تحت ايدك وحش. القر اشتغل يا رامي؟ ايوه كده يا شيخه اتحكي. ميرسي قوي تقيله. شكرا. سارة، سارة شريف، صدفة غريبة قوي والله. هي مش صدفة خالص، انت عارفة ان انا ساكن هنا. اه بس ما كنتش عارف انك انت بتاخد الكوفي في الكوفي شوب ده. ايه مراتك طردك ولا ما بتعرفش؟ عادي في ستات كتير ما بتعرفش تعمل قهوة. طيب كويس ان احنا اتقابلنا صدفة عشان افكرك بالفلوس. ما هو مش معقوله كل شهر اتاخر الفلوس، في حاجات ما ينفعش انها تتاجل ولا تتاخر. ايه اللي معاكي ده؟ ده الغسيل يا برنس. عادي واضح. اه ابتدينا بقى في العوا اهو. عوا؟ بقول لك ايه؟ انا راكنه في الممنوع مش عايزه اتكلبش. ابقى هات اللي اتفقنا عليه. طب بقول لك ايه؟ زي ما انت فاكره الاتفاق اللي بيننا ده، افتكر الاتفاق التاني. لو فكرت تدخلي حد في حياتك زياده هيجي يعيش معايا. قصدك معاك انت والكتكوتة الصغيرة ومراتك، بس يا ترى بقى مراتك هتوافق ولا؟ وين؟ ما هو مراتي غريبة، وانهم اصلا مش باقيين وبتاع حاجات. ايوه. بتقوليش انك روحتي؟ لا لسه في الشغل طبعا. هو انت لسه في الشارع؟ اصل انا في الدراي كلين. دراي كلين؟ ليه هو مبقع ولا ايه؟ لا يا بنتي مبقع ايه؟ ده نظافه نظافه. فكك فكك، بقول لك ايه؟ شفت مين بقى وانا بستلم الفستان؟ استر. شريف الوضيع. المهم ان هو افتكر ان الفستان بتاعي انا. لا يا شيخه غريبه ان انا على قد ما كنت مرعوبة
بقى طبعا علشان موضوع الجواز بالنسبه لشريف عامل له هسس ومربي له الخفيف، بس كنت فرحانه فرحه كده وانا شايفاه هو لايز هو شايفني ماسكه فستان الفرح وماشيه بيه في وسط الشارع. وبعدين طبعا ما اديتوش وقت نافع، خليته كده يزربوه حوالين نفسه. يا شيخه تلهي يا بنتي، انت اصلا اخرك تبعبعي كده وبعد كده هو اول ما يعلي صوته بتكشي زي الكتكوت المبلول كده وترجعي بيتكو وتحطي الجزمه في بقك. ابي ورينا انت يا عم ديك هتعملي ايه مع عمر بعد الجواز. باي كتكوت. شكرا. ما كانش في بالي على فكره، والركنه هنا الشنيعه وانت عارف كده كويس. سوري. يعني كل ده بتتاخري عشان ركنه؟ تركني مقطوره؟ لا ما انا صراحه عديت اشتري شويه حاجات. طب تصدقي بالله انت ما عندكيش دم؟ ده ما روحتش البيت عشان اجي الحق معاك. اصل كان في سيل ظريف في المحل ورحت جبت حاجات عشان الهاني مون. طب ايه؟ 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 وريني الحاجه اللي جبتيها. لا. ليه؟ عشان دي حاجات للهاني مون مش هينفع تشوفها قبل الجواز. هو ده كمان فستان هتقعدي تقولي لي مش هتشوفه ليوم الفرح؟ ايوه انا من عيله محافظه. محافظه؟ محافظه على ايه؟ طب صدق بقى عشان قلشتك الوحشه دي مش هتشوف الحاجات دي حتى بعد الفرح. حتى بعد الفرح؟ انا كنت لسه اقول لك حتى بعد ما خلاص عشاء في هدوء كده ننزل في العربيه ونتفرج عليهم على دول. يا سلام، مش ناقص غير تقولي البسيهم ووريهم لي لايف كده. بس هو مش هينفع عشان في ناس كتير، بس هي فكره حلوه بصراحه. بقول لك ايه؟ عايزين نشوف موضوع الاوتيل. اخترت الباكج؟ وغالبا هينزلوا في السعر اكتر على فكره لما ناكد الحجز ان شاء الله. كويس، عشان احنا اتقرصنا قوي في موضوع العفش ده. ولسه انت لسه هتتقرص في موضوع العشاء الفخم بتاع النهارده ده. لا عيب عليكي، ده في كمان بعد العزومه هديه. هديه؟ ايوه. بجد؟ بجد. ده انا امي داعيالي بقى. شارعكم كله داعيالي. لا يا اخويا ما تترسمش قوي، وريني الهديه. لما توريني الحاجه. عمر مش هوريك الحاجه. مش هوريك الهديه. عمر بص اقعدي انتهي من هنا لبكره. اشوف الحاجة تاخد الهدية. طب هقول لك على حاجة، أنا هروح أغسل إيدي وأفكر في الموضوع. فكري براحتك. طيب. بس أنا مش هتنازل على فكرة. حاضر. أغسل إيدي. ماشي. أفتحها؟ يعني يا ريت. الله. تجنن. عجبتك؟ هي حلوة بس أنت اللي اتجنن. اليوم ده والعشاء وكل حاجة ما ينفعش تبقى أحلى من كده. إزاي حضرتك يا عم؟ إزيك أنت يا أمينة؟ ممكن تركبي؟ لا معلش إحنا عندنا ناس فوق ولازم أطلع، ما أنا قلت لحضرتك. ما أنت لو كنت رديتي عليا في الخمسين مرة اللي أنا كلمتك فيهم ما كناش اتقابلنا بالطريقة دي. ممكن تركبي خمس دقايق؟ عندي شغل طول اليوم وعشان كده معرفتش ارد على حضرتك، واديني رديت اخر مكالمه. خير؟ في ايه؟ انت كنت بتعملي تحاليل النهارده ليه؟ كنت بعمل تشيك اب عشان فرحي. الدعوه هتوصل لحضرتك قريب جدا ان شاء الله. دعوه؟ هو انا مش المفروض اني وكيلك؟ مفروض حاجات كتير قوي يا انكل، بس مش وقته دلوقتي نتكلم فيها. أصلاً الكلام مش هيجيب نتيجة ولا إيه؟ فعلاً عندك حق. النهاردة وإنتي بتعملي التحاليل أنا قلت لهم إن إنتي بنت أخويا، فلما التحاليل خلصت جابوها لي. وليه؟ ما أنا مديهم رقمي قايلة لهم إن أنا جاية أستلمها بكرة. أصله لقوا حاجة مش مظبوطة في التحاليل. حاجة مش مظبوطة إزاي؟ حاجة ليها علاقة بالخلفة؟ أمينة أنا عايزك تعدي بكرة عليا في العيادة ضروري. التحاليل فيها إيه يا أنكل؟ أنكل عادل؟ لوكيميا يا أمينة. لقوا في التحاليل بتاعتك لوكيميا.
انا عارف ان هو خبر يخوف بس انا مش عايز اتكلم.